دعم قيادات جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية ممثلة بكلية التمريض، اختتمنا الحمد لله بنجاح يوم المهنة والمعرض المصاحب للتوظيف بحضور أكثر من 13 جهة توظيف من القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وحضور أكثر من 400 طالب تمريض وخريجي تمريض وطلاب امتياز، وذلك كبادرة وطنية من جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية لسد الفجوة بين مخرجات التعليم من التمريض واحتياج الكبير في سوق العمل للكوادر التمريضية السعودية المؤهلة. حضرت اليوم المؤتمر السنوي الرابع الخاص بمهنة التمريض، وجدت فيه الكثير من الفرص التدريبية والتوظيفية والإرشاد المهني، وأشكر جامعة الملك سعود للعلوم الصحية على تنظيم هذا المؤتمر. أحب أوجه الشكر للجنة المنظمة جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية لإتاحة الفرصة لنا كأرباب العمل للالتقاء بالخريجين والكوادر الممتازة والمختلفة من جميع أنحاء جامعات المملكة العربية السعودية في هذا المحفل. كان لنا الشرف اليوم المشاركة ليوم الخريجين بإعطاء نبذة عن أقسام التمريض في المستشفى، وأيضاً مشاركة ببوث للإجابة عن أسئلة الخريجين، وأشكر جداً جميع القائمين، شكر خاص جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية. فخورة جداً أن تم دعوتنا اليوم بجامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية، كوني أنا خريجة الدفعة العاشرة لكلية التمريض، فكل الفخر والتقدير لهم لدعوتنا اليوم لتقديم الفرص الوظيفية والابتعاث ما بعد التوظيف إن شاء الله، فكل شكر وتقدير على الجهود.